ما نصيحتكم للشباب الذين يغالون في بعض مشايخهم غلوا زائدا ويطيعونهم حتى في مسائل نقد الرجال وما يترتب على ذلك من الغيبة المحرمة؟ لا شك أن احترام العلماء وتوقير العلماء أمر واجب لأجل علمهم ولأجل الانتفاع من علمهم، والله جل وعلا ذكر قدر العلماء في القرآن الكريم، قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وسمعتم قوله تعالى: تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذا في فضل العلم، لكن لا يغالى في ذلك بمعنى أن العلماء الربانيون لا يرغبون ولا يرضون في أن طلابهم يتحاملون على الناس ويسيئون إلى الناس، ما يرضون بهذا. العالم الحقيقي ما يرضى بهذا، العالم يريد الإصلاح بين الناس ويريد جمع الكلمة ويريد نشر المودة بين المسلمين ويريد بيان الحق، هذا الذي يريد، ما يريد نشر العداوة والتحزب والتفرق. الله جل وعلا نهى عن التفرق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. المسلمون ولله الحمد جماعة واحد، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلا يجوز هذا العمل، ولا يجوز الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض الناس، بل على طلبة العلم أن يتأدبوا وأن يقبلوا على طلب العلم، ولا ينشغلوا في التجريح في الناس وتنقص الناس، لا ينشغلوا بهذا، لأن هذا يحرمهم من العلم النافع ويزرع في قلوبهم العداوة بعضهم لبعض. وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن، يريدون أن يفرقوا شباب المسلمين وأن يشتتوا شباب المسلمين وأن يجعلوهم أحزابا وشيعا متفرقين، حتى يتسنى للعدو أن يتغرض للمسلمين وأن يسقط هيبة المسلمين ومكانة المسلمين.